متشابهات. هما ايه دول المتشابهات؟ جوني وحزلجوم، اداه صلبه تستخدم للتعذيب واستخلاص المعلومات من 6 حروف. كف الكبير، لا كف دي كف، كفين كفتين الكبير. واه، هو من متى الكلمات المتقطعه فيها ارقام؟ دي سودوكو. انا حلاها اساسا. برافو عليك يا مربوح. ايوه يا مربوح، هتقابليني النهاردة الساعة 7 في الخرابة، ولازم تيجي، وإياكي ثم إياكي ثم إياكي تقولي حاجة للكبير، جوزك، فرعونك، حبيبك. بس لو ما جيتيش هتبقى النهاية، وهقلب عليك الكبير. وإوعي تتأخري، أنا بإشارة واحدة أخليه يتجوز عليكي عادي، وأجيب له اللي تفرش له الأرض كلها سواريه تحت رجليه. واه، هي ياسمين عز عاوزه مني ايه؟ افضل كل حاجه، افضل الهليكوبتر، وافضل السفينه، وافضل البنزين. ما عاوزت بنزين، افضل البنزينه، افضل الكوبري. واه، افضل كل حاجه، بكره افضلكم. ايه ده؟ رقم شكله دولي. الو، السلام عليكم، ازيك يا مهدرس؟ هتقابلني النهارده الساعة 7 في الخرابة، اوعي تتأخر او ما تجيش، وياكو ثم اياكو ثم اياكو ما تجيش، والا هعمل معاك جسوي اليه على كسكليه، ومش عاوز حد يعرف. حاضر. وخصوصا الكبير، ولو اتأخرت. حاضر. هنزفك نزف بروفوار من جنب الدوار. اوه، هيفضرني. ايه ده؟ ده الزعامة عادل شاكل، عاوزني في ايه؟ واه، هيركبني قطر 6 إلا 3. تقول لصاحبك جاي قهوة والمدام تسمع كده، تقفل عليك الباب كأن الفار وقع في المصيدة. سلام. مع ان القهوة مكان جميل بين الصحاب للفضفضة، القهوة قعدة المشغول واللي ما وروش قرفضة، عليها كل انواع الرجال، ما نقص غير رواد فضة. العادي قاعد على الكراسي، والمثقف منضدة. يا ابويا على الحلاوة. بس كنت عايز ادخل مضمضة في جملة، عليها كل انواع المضمضة. لا، هي دي حلو. واه، يا نفادي قابلني النهاردة الساعة 7 في الخرابة، ضروري جدا، واياك ثم اياك ثم اياك تقول حاجة للكبير او اي حد تاني، عشان هتبقى دي النهاية، ولو ما جيتش هتبقى دي النهاية برضو. هوي، اوعى تتأخر عليا يا نفادي. هوي هوي هوي. ايه ده؟ ده صوت طنط. اخيرا فكت البلوك، اكيد فركشت. وقسوة التنهيح والوحدة والتسهيح، لسه ما همش بعيد، لسه ما همش بعيد، وعايزنا نرجع زي زميع. قول للزميع نرجع يا زميع. ايه ده؟ والله ما بخونك. استنى، انا الكبير يا طوازة، جابل لي النهاردة الساعة 7 في الخرابة، ضروري ياد، وإياك ثم إياك ثم إياك تجيب سيرة للكبير أو أي حد، عشان هتبقى دي النهاية، ولو ما جيتش هتبقى دي النهاية. لو عاك تتأخر ياد هفرجعك فرجيح. يعني إيه؟ بيقولك الكبيع مش عايزني أقول للكبيع؟ هو ده اللي بيخاف من نفسه على نفسه ولا إيه؟ أنا مش فاهم في إيه. أعذريني يا رشيدة، أنا ما ينفعش أسيبك ترمح وتعمل اللي نفسك فيه، لأن هما قالوا لي اللي عنده معزة يلمها. هو يا عترة، قابلني
النهارده الساعه 7 في الخرابه القبليه، ضروري جدا جدا جدا. واياك ثم اياك ثم اياك تقول للكبير او اي حد تاني، والا هذبح رشيده. ايه ده؟ بكر بيجي سيريال كيلر؟ ما تخافيش، انا هروح اتفاهم معاه، حتى لو ضرب ما هتوجعش، ما هو كفر اجيك وصغير.